انت دابا خدام هنا في هذا الموبل سنين، شحال كتخلص هنايا؟ 1500 درهم. 30000. 30000 ريال ما كتجيش الشهر حتى نكمل قبل من الشهر. حالة خاصة استاذ، هادي ما عرفتش، ما لقيتش شي حل كندير ليه. مشيت لبوريزكو ما خلينا فين مشينا، الماكينة ما خداماش، الراديو ما خدامش، ودابا عرفتي راه كنخدموا معاه بالبكا، ماشي زعما سبحان الله. ما لقينا ما نديرو اخويا، ما لقينا ما نديرو. والله اللي يعلم به، الله معاه مع هاد العواشر. ما عنديش، صافي هذا هو الكلمه ديالي، وها الوراق، تصوروا الوراق. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند با عمر عنده حوالي 61 سنة، الملامح ديالو كتبان مسكين أنه عنده العمر كبير نظرا للمعاناة ديالو. با عمر هاد البيت اللي ساكن فيه ديال واحد الموبل تيخدم فيه كونسيرج سنين طوال، تيسيق ليهم، كيجفف ليهم، عنده زوجة وجوج وليدات. با عمر في لحظة من اللحظات الدنيا غدارة، كيتصاب بالسكر. بدا العملية الأولى، قطعوا ليه صبعو، قالوا ليه رجلك غتقطع. في الوقت اللي بغى يكمل الإجراءات الطبية بطبيعة الحال، تبت في التحاليل وفي التخطيط أنه عنده القلب. قالوا ما يمكنش نقطعها لك وأنت عندك مشكل، خصك عملية ديال القلب. با عمر ضغط بيه الدنيا، تبعوا معايا. با عمر، انت خدام هنا كونسيرج؟ يلا جوج الناس اللي يعرفوني هنا، الشيء الاخر كلشي ما عقلش عليا حتى واحد، ما نكذبش عليك، ما طلع عليا حتى واحد، ما قدر يذق عليا حتى واحد، وانا عندي مرا وجوج وليدات. اش نقول لك دابا؟ الا ما درتش هاد العمليه، الا مشيت للسبيطار ديال المخزن خصني نبقى عام ولا عامين، يلا يديروا لي العمليه، وانا طاريه فيا بالسكر ورجلي مريضه، ضروري هاد العمليه خصني ندير على الاقل سيمانه كاع. الا كثرت سيمانه، الا كثرت، الا ما درتهاش غادي نموت صافي. هادشي علاش؟ ديال القلب. ديال القلب اخويا. دابا قالوا لك باش نحيدوا لك الرجل تدير عمليه القلب. عمليه القلب الا حيت الطبيب ما يمكنش يدير لك العمليه الا ما درتيش العمليه ديال القلب. انت فايت من قطعوا لك الصباع. يا خويا هو راه كتشوف فيها، هو مقطع الصباح، ومازال هو الاخر كحل، هو الاخر حتى هو كحل، غادي يقطعوه ولا مرت. انا خصي غير العمليه ديال القلب حيت هي اللي مهمه كاع في هادشي كله. انت دابا خدام هنا في هذا الموبل سنين، شحال كتخلص هنايا؟ 1500 درهم. 30000. 30000 ريال ما كتجيش الشهر حتى نكملها قبل من الشهر، والله تا كنكملها قبل من الشهر. تشوف المحسنين الى شافوه بقلبهم وهاد العواشر هذا يعاونوني. هادشي اللي كاين. واخا با عمر انا معاك. مشاهدينا الكرام، في خضم الموضوع معايا اروع جار اللي كيتكلف ليه مسكين. هو كان فرملي قديم، كان في التقاعد، خدا التقاعد ديالو، واللي تيدير ليه شويه تيساعدو في التطبيب وكيدير ليه الاسعافات الاوليه. كيفاش القصه ديال با عمر؟ حاله خاصه استاذ، هادي ما عرفتش، ما لقيتش شي حل كندير ليه. مشيت لبوريزكو ما خلينا فين مشينا، الماكينه ما خداماش، الراديو ما خدامش، درنا ليه الراديو، جمعنا مع الاخوان وداك الشيء، داروا ليه واحد الراديو ديال العروق، ورجل هي الصبع مشى، ودابا الرجل كلها لان تانفيكتات ليه الرجل. كندير ليه لي سوان عادي، لان انا ماشي اختصاصي ولا شي حاجه. ودابا راه لقينا فاش مشينا باش عند البناج باش يعطيه الاذن، حيت له الدم الاذن ديالو وداك الشيء، باش يمشي يقطعوا ليه الرجال وداك الشيء. وزعما كومي غتنقص شويه هذيك الحريق عنده الليل ونهار. وحتى قال لي خصو يمشي يشوف الطبيب ديال القلب. دينا عند الطبيب ديال القلب، دار لي التخطيط، دار لي داك الشيء، قال لي عندك عرق ما يمكنش نعطوك، ما كاينش يا اللي شي طبيب في العالم اللي يعطيك الاذن باش يحيدوا لك هذاك الطرف باش داك الداء يحبس. ودابا عرفتي راه كنخدموا معاه بالبكا، ماشي زعما سبحان الله. ما لقينا ما نديرو اخويا، ما لقينا ما نديرو. الجهد ديالنا كنديرو، ولكن الكمال على الله. سبيطار المخزن اللي نورمالمون خصو يعاونو هو ويعاونني ويعاون الاخر. انتوما مشيتو سولتو في شي مصحه اخرى؟
مشينا على الاقل 5 مليون على الاقل. عمليه القلب باش يسرحوا لي العروق وداك الشيء، عاد ياخذ الاذن باش يقطعوا لي الرجل. الرجل نقدروا تشوف ليه، ولكن القلب ما معاه، لان يقدروا نهار ولا هذيك يحبس لي عاوتاني ونولوا ونخسروا هذا السيد هذا اللي كان راجل طيب ومعروف هنا بالصفات ديالو، كيخدم مسكين وكيجري على وليداته، والله اللي عالم به، الله معاه الله معاه الله معاه مع هاد العواشر. هادشي اللي عندنا ما نقولوه استاذ. تتألم وكتبكي وبقلبك راحت حالات، راه خاصك تشوف، راه مجرد يقول لك كان شي 30,000 في 2022. جيت درت ليه لي صوا، عطاني 30 درهم خليت نضرب حكه حطيتها ليه هنا ومشيت. ما كانش عندي انا بعدا. ما يمكنش تاخذ فهم من ذات الناس، ما يمكنش تطمع فيهم، ما يمكنش. اذا ما زدتي من شحال انت كدير لي سوان دابا؟ مده دابا تقريبا قلت شي شهرين، دابا شي شهرين، دابا هاي دابا نقص شويه، بعدا تنقصات نص. قالوا لي اسبوع الا ما درتيش العمليه يقدر يطلع لك هذاك. غادي يطلع لي دابا، غادي يوصلوا لي الركبه وتوصل لي الرجل كامله، والكمال على الله. الله الله معاه، الله معاه هادشي اللي عندنا. الله يفرج. قول لي شي كلمه اخيره اللي بغيتي تقول لي. الكلمه الاخيره اللي يعاوني الله يجعل ربي يعاونو في هذا الواشر، هادشي اللي كنتمنى ليهم، اللي شي محسن يعاوني ما عنديش. صافي هذا هو الكلمه ديالي، وها الوراق تصوروا الوراق. الله يسر لك ابا عمر يا ربي، وانا معاك ان شاء الله يا ربي يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا القصه ديال با عمر، قصه كتالم صراحه. با عمر عنده كما قلت 61 سنه، كما كتشوفوا في الوجه ديالو في الملامح ديالو مغاير للسن، لانه مسكين الخوف ديالو على هاد الوليدات مربوط بخمسة المليون اللي يقدر يداوي بها طبيعة الحال هاد الاشكال ديال القلب اللي مطروح عنده هو. والنداء ديالو كنوجهو لجميع المغاربه، ارجوكم انا غادي نوضع رقم الهاتف ديال با عمر، راه عنده الهاتف وفيه الواتساب، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، دي فهمت من القصه هو بطبيعه الحال كيتوفر على الوثائق، وكذلك الجار اللي هو طيب اللي معاه مسكين وكيساعده وفق المستطاع، مربوط بهذا المبلغ من اجل العمليه ديال القلب، واللي بطبيعه الحال غادي من موراها يحيدوا ليه رجليه، غادي يحيدوا رجليه كامله، غادي يحيدوا لي رجليه من التحت، غادي يحيدوا لي رجليه من التحت، هادو الاطباء المتخصصين الى ما تعطلش. مشاهدينا الكرام، النداء ديالنا في هاد العواشر، حنا مقبلين على رمضان، ارجوكم كل من ساهم او ساعد با عمر اجره محسوم عند الله. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.